سيرة بني هلال هي قصة شعبية طويلة ذات شهرة واسعة في كل أنحاء العالم العربي، وتعد من أغنى السير الشعبية التي ما تزال حية بين الناس إلى يومنا هذا. تدور السيرة كما يدل اسمها حول بني هلال، إحدى القبائل العربية المشهورة، وتحكي لنا قصة هجرتهم من اليمن إلى نجد في الجزيرة العربية ثم إلى مصر ابتداء من القرن الخامس للهجرة، وتصور كذلك الصراع الذي قام بينهم وبين الفاطميين في مصر ثم اضطرارهم إلى الرحيل من مصر إلى المغرب حيث استقروا أخيراً، وتسمى هذه المرحلة من تاريخهم بالتغريبة. والسيرة تروي لنا الأحداث التي مر بها بنو هلال والحوادث التي تعرضوا لها خلال رحيلهم، وتركز بشكل خاص على الصراع الذي قام بينهم وبين الزناتي خليفة حاكم تونس في ذلك العصر، والذي انتهى بقتله على يد الأمير الهلالي دياب بعد أن خانته ابنته سعدة وساعدت الهلاليين بسبب حبها للأمير دياب. وإذا كانت السيرة تقوم أصلا على بعض الحقائق التاريخية، فإن الخيال الشعبي قد طورها وأضاف إليها الكثير، ولعل أحد الأسباب الرئيسية لاهتمام الناس بالسيرة واستمتاعهم بها هو أنها تجمع بين الحكاية والشعر والموسيقى، وتروى على لسان الحكواتيين والرواه في المقاهي والاحتفالات والأعياد والمناسبات، مما جعلها واحدة من مصادر التسلية والإمتاع. وللسيرة عدة نصوص مطبوعة ومخطوطة ومروية، وقد اهتم الباحثون والمستشرقون بدراستها وجمع رواياتها الشفوية، وكذلك أقيمت عدة مؤتمرات وندوات لبحث مختلف جوانبها الفنية والثقافية والأدبية.